مرحبا، في هذا الفيديو راح نكمل على موضوع الكابل سيركت. في الفيديوهات الماضية احنا تعلمنا كيف نعمل اناليز لهدول السيركت، في هذا الفيديو حنعرف كيف احنا نطلع الانرجي في الكابل سيركت. هلا احنا متعلمنا في سيركت 1 تحديدا، يمكن في شابتر 7 في سيركت 1، انه الانرجي ستورد، تمام، الانرجي ستورد في الاندكتر هي بتساوي نص ال في اي سكوير، تمام، اذا متذكرين هذا الاشي، تمام، في الفيزيكس او في السيركتس 1، تمام. هلا احنا هون عندنا في السيركت، في الكابل سيركت، بنلاحظ انا عندي كم اندكتر. عندي في الميوتشوال كابل سيركت عندي 2 اندكتر، عندي الاندكتر الاول وعندي الاندكتر الثاني، هذول موجودين كفيزيكال كومبوننت، تمام. فعندي ال1 وعندي ال2 لو بدنا نسميهم، وبرضه عندنا ايش الميوتشوال اندكتنس اللي هي الام، تمام. فاحنا فعليا عندنا L1 وعندنا L2 وعندنا L3 اذا بدك تحكي، او اللي هي الميوتشوال ايش اندكتنس، لانه احنا بنعبر عن المجال المغناطيسي كاندكتر، تمام. طيب هلا الفكره اللي صارت، انا كيف ممكن اطلع الانرجي لو انا بعرف، تمام، ال L1، تمام، لو بعرف عن ال1 وال2 برضه بعرف الميوتشوال، تمام، وبرضه انا اصلا بعرف اوريدي، انا بامكاني حسب ما احنا تعلمنا اطلع ايش، طلع التيار اللي هون والتيار ايش المار عندنا هون، تمام، حسب ما احنا تعلمنا قبل. فبالتالي انا عندي اي1 نحكي وعندنا اي2 كمان بقدر انا اطلعها، فانا كل المعطيات عندي موجوده. فالانرجي لها ديريفيشن بامكانك انك تطلع عليها في الكتاب، اليمنت ناس اسم الكتاب، ممكن احطه في الديسكربشن اسم الكتاب او لينك له، ممكن تشوف الديريفيشن تبعه، لكن هو اكثر في مجال الالكترومغنتيك ثيوري اكثر ما انه في مجال السيركت، فاحنا ما راح نتطرق للموضوع كثير لانه احنا بيهمنا هون في النهايه السيركت زي ما حكينا. طيب فالانرجي هون احنا كيف ممكن، بحكي لك انه انا بدي اطلع الانرجي هون، تمام، فهي عباره عن نص ال1 في اي1، انا عندي التيار الاول وعندي ال1، تمام، هاي اول انرجي عندنا. الانرجي الثانية بما انه انا عندي تيار هون وعندي اندكتر هون، حتكون زائد نص طبعا هون اي سكوير، سوري، تمام، نص ال2 في اي2 ايش سكوير. اخر اشي عندنا هون زائد او ناقص ام ام اللي هي الميوتشوال اندكتنس في اي1 في اي2، تمام. طيب هلا بنلاحظ عندنا شغلتين مهمات، او عندنا ملاحظتين مهمات. الملاحظة الأولى، انا عندي هون اي1 واي2، تمام، اي1 واي2 هون، هدول لازم اعوضهم في اشارات، تمام، يعني اذا كان واحد منهم سالب لازم اعوضه بالسالب، اذا كان الاثنين بالسالبات لازم اعوض اشارتهم بالسالب، تمام. هاي شغله كثير مهمه، هون ما راح تفرق معنا اذا التيار سالب ولا موجب، لانه راح يكون مع التربيع راح تروح الاشاره، تمام. فهي شغله اول شغله لازم احنا ننتبه لها، اللي موضوع الاشارات، تمام. طيب الشغله الثانيه، بنلاحظ احنا هون عندنا بوزيتيف او نيجاتيف. طيب متى بدي اعرف بوزيتيف او نيجاتيف، وشو معنى البوزيتيف او نيجاتيف هون؟ هلا هو معناها فعليا انه احنا بنعرف في النهايه في تيار حيكون في عندنا ماجنتيك فيلد من هاي السيركت، في عندنا ماجنتيك فيلد من هاي السيركت، يا اما حيكون في الاثنين الماجنتيك فيلد تبع الاول والثاني راح يعملوا ايدز لايتش اذر، يعني راح يدعموا بعض، تمام، او راح يعكسوا ايتش اذر وراح بس يكون عندنا محصل لهم، تمام، راح يكون يعني حاصل طرحهم. فهي هي الفكره هون. طيب هلا كيف احنا بدنا نعرف، تمام، اذا موجب ولا سالب؟ الموضوع كثير بسيط. طيب هلا موجب راح يكون اذا التو كرنتس، تمام، اذا التو كرنتس اف هسه عندنا بوزيتيف، اذا التو كرنتس اي1 واي2، تمام، اي1 اند اي2 انترز، تمام، اور خلينا نحكي انترز اور ليف، تمام، ليفز ذا دوت، تمام، يعني الاثنين بيطلعوا من الدوت، يعني عندنا دوت هون دوت هون، بنلاحظ احنا هون التيارين داخلين، حيكون عندنا موجب، او اذا كانوا الاثنين طالعين من الدوت زي هون مثلا هيك، راح يكون ايش؟ راح يكون برضه ايش؟ بوزيتيف، ما راح تكون هاي نيجاتيف. طيب متى راح تكون نيجاتيف؟ راح تعرفوا اكيد انه اذا كان واحد داخل وواحد طالع، يعني مثلا هون عندنا هون واحد داخل في الدوت، هون واحد طالع في الدوت، تمام، عندنا واحد منهم داخل واحد منهم حيكون ايش؟ طالع. فهي هي الفكره من البوزيتيف والنيجاتيف، تمام. طيب هذول النقطتين احنا لازم ننتبه لهم. طيب وهذا الاشي خلينا نحفظه، تمام، هذا هاي الايكويشن نحفظها يعني نكون عارفين كيف نستخدمها. خلينا نجي ناخذ امثله على هذا على على على, على هاي المعادله. هلا عندنا في السيركت، احنا اخذنا سيركت بدي ارسمها انا،
في سيركت، في اول فيديو حكينا عن الكابل سيركت اخذنا مثال، هذا المثال كان شيء زي هيك، كان عندنا هون ريزيستر، عندنا اندكتر، وعندنا كمان اندكتر، وعندنا هون كاباسيتر. احنا حلينا كان هذا ماينس جي الفور، وعندنا هون كانت جي 16 والدوت كانت هون، وكان عندنا هون جي 20 وعندنا الدوت هون، وكان عندنا هون 10 اوم تمام. وكان هاي عندنا 60، هاي الفولتج الفي لو بنسميها في، الفي كان بيساوي 60 كوساين ال 2 تي او سوري 4 تي تمام، اللي هي الاوميجا هاي زائد 30. وطلعنا احنا من خلال اللي هو الكابل سيركت، طلعنا احنا اي 1 واي 2 تمام. هلا اي 1 كان اذا بدك، هلا قبل ما نيجي على الاي 1 والاي 2 تمام، نيجي نشوف السؤال شو هو اصلا. طيب بيحكي لي بده الانرجي ستورد تمام ان ذا كابل اندكتر، يعني احنا فعليا في الكابل اندكتر اللي هون في انرجي هاي ستورد تمام، بس متى؟ هيكون at time equal t equal 1 ايش سكند تمام. لانه فعليا احنا هون يعني بما ان عندي السورس عباره عن كوساين فهو alternating، يعني هذا الفولتج اتغير، فبالتالي بما انه الفولتج اتغير احنا بنعرف v بتساوي n d phi by dt تمام. فاذا الفولتج اتغيرت تمام، فd phi على dt اللي هو الفلكس اللي هون حيتغير تمام، فبالتالي هو ايش؟ variable with time، فهو بيتغير، هو function، يعني هون d phi by dt هي derivative with respect to time. So there is a change in شو اسمه، اذا احنا يعني اذا صار في تغيير في ال if there is any change in flux will be there will be change in v تمام. فهي تغير في الفولتج، راح يكون في تغير في في الفولتج تمام. فهي شغله مهمه انه هو function with ايش with time، خلينا ناخذ هاي في نحطها في بالنا. طيب فبالتالي احنا طلعنا التيار، عندي الفولتج، وطلعنا التيار احنا في المره الماضيه اي 1 حسب اللي تعلمناه احنا، كان اي 1 لما طلعناه كان 2.9 تمام، 3.9 كان 3.905 with angle minus 19.4، واي 2 بتساوي ايش 3.254 with angle 160 0.6 تمام. هذول التيارين اللي طلعناهم. هلا احنا عشان انا هلا هذول ايش فيزرز بدي احولهم للتايم دومين تمام، عشان اقدر انا اطلع الكرنت تمام، الكرنت عند لانه احنا متذكرين الانرجي، شو هي الانرجي؟ عباره عن نص تمام، نص ال1 اي1 سكوير زائد نص ال2 اي2 سكوير زائد ام او ناقص L1 I1 سوري هاي I1 I2. فاحنا هون بنلاحظ تمام التيار هون لازم اعوضه هون تمام، بس احنا بدنا التيار عند لحظة معينة. طيب فهون انا ايش بدي احول التيار لتايم دومين، فحيكون 3.905 كوساين تمام ال كم الاوميجا، حتكون عندنا هون اوميجا تي زائد ثيتا. هلا الثيتا اللي هي ناقص 19.4 ناقص 19.4 ضل ايش اوميجا تي، هلا تي بنحطها اللي هي variable with time، بس الاوميجا اللي هي بنجيبها من هون اللي هي 4 تمام، اللي هي نفس تبعت السورس هاي اي 1. طيب شو بالنسبه للاي 2؟ نفس الشيء اي 2 راح نعمل هيك، اي 2 هون حتكون بتساوي 3.254 في كوساين الاوميجا تي اللي هي 4 تي ناقص 19.4 سوري انا قلت رقم من هون سوري هي 160.6 تمام، هذا التيار اي 2. طيب هلا خلينا نيجي ايش طلع التيار اللي طلع اي 1 تمام عند 1 عند تي ايكوال 1، وبرضه تي كمان هون عند تي ايكوال 1. فعندنا اي 1 حتكون شو بتساوي 3.905 كوساين ال 4 في 1، فحتكون 4 ناقص 19.4، وهون اي 2 حتكون شو بتساوي 3.245 كوساين ال 4 زائد 160.6. هلا ننتبه على شغله مهمه، هلا بعضكم راح يحكي انه خلاص بحكي كوساين هاي حتكون ناقص 15.4، وهذا الشيء غلط، لانه هاي عباره عن راديان تمام، هاي عباره عن ايش؟ عباره عن ديجري تمام، فما بظبط انا اطرح راديان من ديجري، فبدي احول هاي للديجري، فبحكي بنعمل نسبه تناسب، بعرف انه الباي تمام، الباي هي 180 درجه تمام، فالاربعه تمام، طبعا الباي هي راديان والاربعه هي راديان، فالأربعة في الديجري قديش؟ نسميها مثلا ثيتا أو إكس، وات إيفر شو بدك تسميها، أنا أسميها إكس مثلا، فبعدها بعمل ضرب تبادل، فبتصير باي في إكس بيساوي 180 في 4 تمام؟ هلا أنا بدي الإكس، قيمة الإكس، حتكون إكس بتساوي 180 في 4 على إيش؟ الباي، فالإكس حتكون شو بتساوي؟ لو تحسب هذا الرقم بيطلع معك
اللي هي بتطلع في النهاية بالدقري يعني الزاوية، تمام؟ بتطلع عندك x 229، فعندك i1 لو نيجي هون، هنيجي على الهامش اللي هون، هتكون عندك i1، هتكون i1 بتساوي 3.905 كوساين ال ايش، بدل الأربعة عشر نحط بنحط 229، هاي 229 ناقص 19.4، و i2 نفس الشيء 3.254 كوساين، بدل الأربعة بنحط 229 ناقص سوري زائد 160.6. هلا مباشرة أنا بدي أحل هذا في النهاية راح يطلع عندك رقم، فحتكون i1 بتساوي 3.905 كوساين، هذا لو تطرحهم من بعض فبتصير، هنفترض انه ما في عندنا 0.4 مثلا، حتكون 210، فاي 1 حتكون 3.905 كوساين 210، هاي لو بتحسبها يطلع عندك الرقم ماينس 3.389، تمام؟ هاي اول شغله. عندنا نطلع الاي 2 نفس الشيء، حتكون هي عباره عن 3.254 كوساين اللي هو عندك هون 229 زائد 180 فحتكون 300، وعندك هون هاي 6 صح؟ 2 زائد 6 حتكون 8، وعندك 9.6، فهذا في النهاية حيكون رقم عندك، فـ i2 لو تحسبها حتكون عندك 2.824 أمبير، تمام؟ وهذا اللي هي i2، فعندنا i1 و i2، هلا ايش صار؟ تمام؟ برجع على الأوميجا، هلا ايش؟ طلعنا التيارات احنا i1 و i2 و L1 و L2 بنطلعهم من الميوتشوال. طيب هلا نيجي على ايش؟ نيجي نعوض، خلينا نيجي على الانرجي، الانرجي شو بتساوي؟ نص في L1 I1. هلا L1 ايش معي انا؟ انا ما معي L1 بس معي الامبيدنس تبعتها اللي هي J20 صح؟ J20 تمام؟ هي الامبيدنس، فهي بتساوي ايش اصلا هي في الاصل؟ انا بطلع ايش؟ بدي ال L تمام؟ فانا بدي هنا هي احنا جبناها كيف في J اوميجا في L صح؟ فالجي مع الجي بتروح، والأوميجا احنا نعرفها اللي هي هيها عبارة عن 4، هتكون ال بتساوي 20 على الأوميجا، وبتساوي كم؟ 20 على 4 هتكون بتساوي كم؟ 5، فال1 هتكون بتساوي 5 هنري. طيب شو بالنسبة للال2؟ ال2 هتكون بتساوي اللي جي 16 صح؟ هتكون 16 over ايش؟ 4 هتكون بتساوي 4 طبعا هنري، وهون عندنا ايش؟ هنري. طبعا عندنا كمان آخر شيء الام اللي هي لازم تكون برضو بالهنري، الميتشوال هون عندنا جي 10، انا نسيت ناس احطها، فعندنا كيف نحسب الام؟ نفس المبدا، ما هي نفسها نفس ال امبيدنس، فحتكون الام حتكون بتساوي اللي هو 10 على ايش؟ 10 على الاوميجا اللي هي 4، فحتكون 2.5 هنري. زي ما حكينا كيف احنا وصلنا لهذا الشيء، احنا متذكرين كنا لما احول من اندكتنس لامبيدنس كنت احكي جي اوميجا في ال، تمام؟ وعندي ال تمام؟ حولها لإمبيدنس من خلال جي في أوميجا في ال، صح؟ هذا اللي احنا عملناه، فعندي الإمبيدنس تمام؟ هي نفسها لازم تكون بتساوي هاي. طيب، فعندنا هلا صار ايش عندنا؟ عندنا لو بنرجع على الإنرجي حتكون أوميجا بتساوي نص ال1 في I1 زائد نص L2 I2 زائد أو ناقص M في L1 سوري I1 هاي I1 I2. طيب هلا احنا هاي صارت معانا، هاي معانا، هاي معنا معنا، هلا كل هذه الاشياء معنا، ضل عندنا ايش زائد ولا ناقص؟ بدي اروح ارجع على الرسمه، تمام؟ هون التيار الاول عندنا هيك، والتيار الثاني عندنا ايش؟ في هذا الاتجاه. فبنلاحظ انه ايش؟ التيارين داخلين على الدوت، تمام؟ التيار الاول هيو داخل على الدوت ماشي زي هيك، داخل في الدوت، والتيار اللي هون ماشي زي هيك وداخل وين؟ على الدوت. فبالتالي حيكون ايش؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ حيكون بوزيتيف، تمام؟ اوميجا حتكون بتساوي نص، خلينا نبلش نعوض. ال1 تمام، ال1 كم طلعناها احنا؟ لو نرجع فوق، هي طلعناها اول واحدة اللي هي 5 هنري. طيب، ضرب 5 ضرب i1 طلعناها احنا هون. تربيع طبعا، انا ناس احط التربيع هون والتربيع هون. طيب، 3.389 3.389 تربيع زائد نص، تمام؟ عندنا نص l2. طيب L2 كم؟ L2 4 ضرب I2 تربيع اللي هي ايش؟ 2.824 هذا تربيع، اخر اشي زائد حكينا لانه التيارين داخلين على الدوت في الام اللي 2.5 ضرب I1 بحطها سالب، وهي النقطة يعني هون راح هاي ممكن تخرب كل السؤال. 3.389 في ايش؟ في 2.824
يعني هوني لو هاي ما حطينا السالب هاي راح تصير موجب، تمام؟ فراح يطلع رقم غلط. فهذا الاشي لو تحسبه في النهاية، تمام؟ هذا الرقم لو تحسبه يطلع تقريبا 207 جول، تمام؟ هذا بالنسبة للإنرجي. فالموضوع مش صعب أبدا، بس كل اللي علينا احنا لازم نحفظ هاي الإكويشن، نعرف متى موجب ومتى سالب، ونعرف إنه احنا نعوض هوني الإشارات، وكيف احنا نطلع التيارات زي ما احنا تعلمنا من قبل بالفيديوز الماضي، تمام؟ هذا بالنسبة للإنرجي، وراح ناخذ كمان مثال في الفيديو الجاي، فبنشوفكم في الفيديو الجاي.